ايش الحال؟ طيب، انا بس لحتى اتذكر بعض النقاط اكثر. نعم، فينا نبلش؟ يعني اليوم الحكي اكيد عن صيغة الحكومة وبرنامجها. وبالنص الدستوري الحكومة، اي حكومة، هي السلطة السياسية بالدولة، هي اللي بترسم السياسات على المستوى الوطني والسياسي والاقتصادي والاجتماعي والمالي والإداري والبيئي وغيرها. فإذا الحكومة مفترض أن تكون هي السلطة السياسية اللي ترسم سياسات. فنحن بالواقع السياسي الحالي في شرعية دستورية بالفترة الماضية تآكلت تحت وقع الانتفاضة الشعبية اللي موجودة بالساحات وموجودة بالبيوت كمان، واللي عم تطلب المحاسبة وعم تطلب الحقوق وعم تطلب التغيير. فهي في اكتسبت هاي الانتفاضة شرعية شعبية وهي موجودة بالشارع. مش عم بحكي عن الاحتجاجات اللي هلا مرتبطة بتشكيل الحكومة، عم بحكي عن الانتفاضة اللي انطلقت من أكثر من شهرين. فنحن إذا هذا الوضع شفنا انهيارات بالتفاهمات السياسية اللي كانت سائدة من 3 سنين وقبل 3 سنين، واللي أدت إلى حكومات شاركت فيها تقريبا الأطراف ذاتها على مدى سنوات. هلأ شفنا توترات سياسية وانهيارات بسبب الانتفاضة والخلاف اللي صار ضمن الطبقة السياسية. طيب، وشفنا بهالوقت ذاته أسماء طلعت واحترقت، وفجأة شفنا الدكتور حسان دياب رئيس مكلف وفق أي تفاهمات محلية أو دولية أو إقليمية ووفق أي قواعد. على أي أساس دكتور حسان دياب صار رئيس مكلف؟ سألته؟ إيه، نعم نعم نعم. أدي كمل، هلأ بتسألي. ففجأة لقينا هذا الواقع قدامنا. طيب، هو قال حضرته وعم بأكد هذا الموضوع، أكد لي إياه هلأ، أنه هو أخصائي وهو بده يشكل حكومة من الأخصائيين. طيب، أوكي، فإذا حكومة أخصائيين، هل حكومة الأخصائيين هاي حتعالج الأزمة السياسية الكبيرة الموجودة بالبلد واللي هي مستمرة مع تشكيل الحكومة؟ حتى لو تشكلت الحكومة نحن قدام واقع سياسي متأزم. طيب، هاي أول نقطة. النقطة الثانية، كلنا بنعرف إنه في ملفات استراتيجية حساسة بالبلد، مثل الاستراتيجية الدفاعية، مثل الملف الفلسطيني وصفقة القرن، مثل العلاقات اللبنانية السورية وقضية النازحين السوريين، مثل ترسيم الحدود، مثل الغاز والنفط. هذه ملفات استراتيجية حساسة وخطيرة. شو موقف الحكومة منها؟ حكومة الأخصائيين كيف بدها فإذا هيدي خارج صلاحية الحكومة اللي هي السلطة السياسية بالبلد، اللي هي مفروض تقرر السياسات على المستوى الوطني، وهي ملفات وطنية حساسة ودقيقة. هيدي اثنين. طيب، في انهيارات مالية واقتصادية ونحن على شفا انفجار اجتماعي.
بسبب تنامي معدلات الفقر، تنامي معدلات البطالة، الإفلاسات اللي عم تصير بالبلد إلى آخره. طيب على أي قواعد الحكومة بدها تعالج هالانهيارات وهالمخاطر اللي بتحمل مخاطر أمنية كمان؟ لما نحكي عن انفجار اجتماعي عم نحكي عن مخاطر أمنية حقيقية ممكن تهدد الأمن الوطني. طيب وفق أي قواعد؟ يعني على أساس أنه الوراقة الإصلاحية، مقررات سادر، وصفات صندوق النقد الدولي، الخصخصة، ماكنزي، موازنة 2019، موازنة 2020، على أي قواعد هاي الحكومة بدها تعالج هاي الملفات؟ طيب إذا بدها تعالجها على أساس هاي الملفات، وهاي الملفات معلش خلينا نذكر هي محل توافق بين كل أطراف السلطة قاطبة، يعني هن قبل هاي الأزمة الكل كان موافق على هاي الملفات، على هاي عفوا على هاي الإجراءات. فإذا هن اختلفوا مش على إجراءات ولا على السياسات، هن اختلفوا على يعني قواعد إلى علاقة بالإقليم، إلى علاقة بالحصص، إلى علاقة ما بعرف شو، بس إنه مش على. طيب إذا كانت هاي السياسات هي اللي بدها تتبعها هاي الحكومة الأخصائيين، طيب الانتفاضة قامت على أساس إنه هاي الملفات أو هاي السياسات هي ضدها. الانتفاضة رفضت هذه السياسات من الورقة الإصلاحية وما تلاها من مقررات سادر إلى آخره، إلى وصفات الصندوق الدولي إلى آخره، صندوق النقد الدولي. فإذا الانتفاضة مفترض أنه هي مش موافقة على هذه السياسات، حتى لو كان في يعني مسايرة من قبل حضرة الرئيس المكلف للانتفاضة. فإذا ما كان في تغيير لهذه السياسات فهذه المسايرة لا معنى لها، ما لها معنى. بس خلينا نكفي. هلا في توترات بالشارع على خلفية التكليف الجديد للدكتور حسان دياب، وهذه التوترات يعني لها طابع طائفي ومذهبي مع الأسف الشديد، وهي عم تشكل يعني مخاطر أمنية حقيقية. طب هن حكونا بالميثاقية، وأنا بقول لكم هاي الميثاقية مزيفة وهي ألصقت بالدستور لصقا، ما لها علاقة بالدستور، هي لها علاقة بحصص ومصالح زعماء الطوائف، ولها علاقة بمكاسب ومغانم ليس إلا. الميثاقية الحقيقية اللي نحن بنؤمن فيها هي حقوق الناس في الصحة، في التعليم، في فرص العمل، في المسكن، في الضمانات الاجتماعية، في مستوى المعيش اللائق، في الخدمات من كهرباء ومي ومعالجة البيئة وغير ذلك من القضايا. فإذا هاي الميثاقية الحقيقية اللي هن عم يتجاهلوها وما بدهم هي. هلأ في محاولات لاحتواء الانتفاضة، في محاولات لاحتواء الانتفاضة، ولكن هل الانتفاضة سوف تستمر؟ لأنه واضح أنه زخمة لا زال قويا وما في إمكانية لاحتوائها أو إجهاضها أو التفاف عليها إذا ما كان في تغيير بالسياسات. ومين قال أنه مش حيرجعوا يتفاهموا؟ اللي اختلفوا هلأ أنا بقولكم حيرجعوا يتفاهموا في يوم من الأيام. طيب نحن شو عم نطالب؟ نحن عم نطالب بمرحلة انتقالية بكون فيها حكومة انتقالية، بكون المراقبة على هاي المرحلة الانتقالية، حكومة انتقالية ترضى عنا الانتفاضة وتقبل بها، وبكون عندها مهام وزمن معين. المهام
يعني في أولويات مرتبطة بالانهيار المالي والاقتصادي ومعالجة الأوضاع الاجتماعية المتردية، وأيضا إقرار قانون لاستقلالية القضاء يضمن حقوق الناس ويضمن ملاحقة جدية لملفات الفساد، وأيضا يضمن انتخابات نزيهة. فإذا نحن عم نقول إنه نحن بدنا هي الحكومة الانتقالية بمهام محددة ولزمن معين، نحن بدنا حل سياسي وطني وآمن يخرج أو يعبر بالبلد بلبنان من أزمة، من انهيارات كبرى وأزمة مستحكمة، إلى مجال عام آخر تتصارع فيه أفكار وبرامج، ويتيح أيضا تداول ديمقراطي للسلطة، وأيضا نريد دولة وطنية ديمقراطية عصرية عادلة، دولة لحقوق الناس. وهذا اللي ما بدها إياه الطبقة السياسية، هو اللي بدنا إياه نحن الطبقة السياسية ما بدها، أو هي لا تقدر عليهم، ولذلك النضال سوف يتواصل. شكرا. بالشارع وبغير الشارع. يعطيكم العافية. شكرا.